بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر جزيل الشكر القائمين على هذه الزاوية العامرة، زاوية الشيخ بالعموري رحمه الله. وأسأل الله عز وجل لكم جميعا معاشر الحضور التوفيق والسداد. أستاذ حمود رحمه الله اهتم بقضايا الإنسان أيما اهتمام، فدرس للعلماء السابقين واللاحقين، درس لعلماء الشريعة واطلع على مواريثهم، ودرس أيضا ما أنتجه العقل البشري في مجال حقوق الإنسان في المجال الوضعي، فاطلع على القوانين الوضعية، القوانين التي تضبط أمتنا الإسلامية والقوانين التي تضبط العالم الغربي، بل اتبع المنهج الاستقرائي فدرس تاريخ النظم ودرس تطور منظومة حقوق الإنسان عبر التاريخ بدءا من الحضارات القديمة. هذه الحضارة اجتهدت في تقرير حقوق الإنسان، ولكن وجدت عدة عقبات. من هذه العقبات عقبة الرق، الاسترقاق، الاستعباد، الطغيان بجميع صوره وأشكاله. هذا الأمر تحدث عنه الأستاذ رحمه الله في مقدمته، وبعد ذلك في الصفحة 27 وما بعدها سلط الضوء على حقوق الإنسان في النظم الوضعية، واستشار جملة من المراجع والمصادر بدءا بالقوانين الدولية، المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقات الدولية المختلفة التي قررت ألوانا من الحقوق في المجال المدني، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي. ثم ركز أيضا على الاتفاقات الدولية الخاصة المتعلقة مثلا بالبيئة، المتعلقة بالطفولة، المتعلقة بالأسرة، المتعلقة بالسجناء. إذن ترصد وسلط الضوء على هذه الاتفاقات التي تشكل البعد العالمي لحقوق الإنسان من خلال هذه الوثائق والمواثيق الدولية. ولكن قدم جملة من الملاحظات وجملة من التحليلات، منها أن هذه الاتفاقات الدولية لم تستوعب حقوق الإنسان كإنسان، فهذا الإنسان المكرم الذي خلقه رب العزة جل جلاله فكرمه. ركز أيضا على الدساتير والدستور، يسمى في لغة القانون أبو القوانين. ثم بعد ذلك سلط الضوء على القوانين الموضوعية، فكل قانون يهتم بجانب معين. هذه المنظومة القانونية الوضعية لا ننكر ما فيها من خير، ولكنها لم تستوعب جميع حقوق الإنسان التي يحتاج إليها في حياته. وفي الصفحة 73 وما بعدها بدأ الحديث عن منظومة الحقوق والحريات في الإسلام أو في الشريعة الإسلامية، وبدأ بالحديث عن فلسفة حقوق الإنسان في الصفحة 74 75 76. بيّن هذه الفلسفة التي تميز الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية، فالقوانين الوضعية مصدرها العقل البشري، مصدرها التجارب التراكمية للإنسان، ولكن الشريعة الإسلامية والحقوق التي احتوتها مصدرها رب العزة جل جلاله، كما قال القرآن في سورة الجاثية في الآية 18:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء في الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم. وكرامة الإنسان في آدميته، وهو ما تأكد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب. بين الأستاذ رحمه الله فلسفة حقوق الإنسان في الإسلام من خلال الإشارة إلى مسائل في غاية الدقة واللطف. أمر آخر استنبطه الأستاذ رحمه الله، وهو أن الله عز وجل قد ضمن لنا الأرزاق. أيضا قد يستعبد الإنسان بسبب الخوف على رزقه، بل تستعبد الشعوب والأمم بسبب الخوف على الأرزاق. إذن عقيدة التوحيد هي أصل الأصول، ولا يمكن للإنسان أن يتمتع بحقوقه المختلفة: حقه في الأمن، حقه في التنقل، حقه في سرية المراسلات، حقه في جميع الحقوق والحريات. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بها وأن يحسن استثمارها إلا إذا كان حراً. لذلك لغة الأصول في كتاب الأستاذ حمود حاضرة، ولغة الفقه حاضرة، ولغة المقاصد حاضرة، ولغة القانون حاضرة، ومنطق الفلسفة أيضا حاضر من خلال استشارته لتلك المصادر المختلفة المتنوعة. ثم بعد ذلك ركز على حق الإنسان في الأمن، وقال: الأمن نعمة جليلة. واستشهد بقوله تعالى في القرآن الكريم على لسان إبراهيم الخليل: رب اجعل هذا البلد آمنا. لا يمكن الإنسان أن يتمتع بحرياته وحقوقه إلا إذا كان آمنا. فالأمن نعمة كبرى لا نعرف قيمتها إلا إذا زالت منا، وقد عشنا ذلك سادتي كما تعلمون. تحدث عن نعمة الأمن، حق الإنسان في الأمن، وحق الإنسان في حرمة المسكن، وحق الإنسان في الحقوق في الصحة، وحق الإنسان في البيئة. عدد صفحات هذا الكتاب 449 صفحة. خلاصة من خصائص هذا الكتاب: الخاصية الأولى أنه مقارن بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية. الخاصية الثانية أن هذا الكتاب خلاصة ما خلفه أخي حمود رحمه الله من علم نافع، من علم نافع في هذا الكتاب، في هذا السفر الجليل الجميل، لأنه استشار الكثير من المراجع في مجال القانون وكذلك في مجال الشريعة الإسلامية. الخاصية الثالثة أنه مركز مدقق، لا يسهب إلا حيث يجب الإسهاب، لا يطنب إلا حيث يجب الإطناب، ويوجز حيث يجب الإيجاز، واعتمد العديد من المناهج العلمية كالمنهج التاريخي والمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن. وقد تعامل الأستاذ رحمه الله بطريقة ذكية مع هذه المناهج، مستنبطا تلك الأحكام وتلك اللآلئ والجواهر من مصادرها ومن أدلتها التفصيلية في مجال الشريعة الإسلامية وفي مجال النظم الوضعية. رحمه الله الشهيد حمود حملي، ورحم الله أستاذه وأستاذنا سليم كلالشا، ورحم الله مؤسس هذه الزاوية العامرة، ورحم الله جميع موتى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وصيتي لكم سادتي: كونوا من السابقين أو كونوا من اللاحقين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.